ترأس سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان أمس اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي المباشر بشأن قانون حق الاطلاع على المعلومات وقواعد تنفيذه بحضور أصحاب المعالي الوزراء وقياديين من 75 جهة حكومية. هذا وألقى سمو رئيس مجلس الوزراء كلمة بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. أختي وأخواني معالي الوزراء، أخواتي وأخواني القياديين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي في البداية أن أغتنم هذه الفرصة وأرفع إلى مقام سيدي حضرة صاحب السمو الأمير وسيدي سمو ولي عهده حفظهم الله ورعاهما، وللشعب الكويتي الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الأعياد الوطنية المجيدة، سائلا المولى القدير أن يحفظ كويتنا الغالية من كل سوء وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار. ولا يسعني وبعد مرور سنة منذ أن تم اكتشاف أول حالة للإصابة بفيروس كورونا في الكويت أن أتقدم بعظيم الشكر والعرفان من أخواتي وأخواني في الصفوف الأمامية وفي مقدمتهم الطواقم الطبية من أطباء وممرضين وفنيين ومن رجال الشرطة والجيش والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام وكافة الجهات الحكومية والمتطوعين على ما قاموا ويقومون به من جهود جبارة خلال سنة كاملة وعلى مدار الساعة. نسأل الله العلي القدير أن يرفع عنا هذه الغمة وأن يحفظ البلاد والعباد، إنه سميع الدعاء. خواتي وأخواني، نلتقي اليوم وفي هذا التوقيت تحديداً لتبيان آليات وأدوات تنفيذ قانون حق الاطلاع على المعلومات، رغم استقالة الحكومة وتكليفها بالعاجل من الأمور، إلا أن أهمية هذا القانون ودوره الفعال في ترسيخ مبدأ تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد يفرض علينا كمواطنين قبل أن نكون مسؤولين أن لا نماطل أو نسوف تجاه أي خطوة إيجابية لمسيرة جهودنا تجاه تعزيز النزاهة ومحاربة الفساد، لا سيما أن موعد نفاذ القانون تحتم علينا التواصل مع المسؤولين على تنفيذ بنوده من القياديين والمعنيين والتأكد من استعداد كافة الجهات الحكومية قبل موعد سريان القانون في تاريخ 7/3/2021. أخواتي وأخواني، لقد تضمنت استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2019-2024 والتي أطلقها المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الراحل طيب الله ثراه في المحور المتعلق بالقطاع العام، هدف استراتيجي يتمثل في تعزيز النزاهة وتطوير كفاءة الخدمات العامة، حيث أدرج ذلك أولوية بأن اتخذت دولة الكويت من هذه التدابير ما يعزز ضمان حق الاطلاع والحصول على المعلومات والشفافية في إدارة مرافق الدولة. وفي ذات السياق صادقت دولة الكويت على العديد من الاتفاقيات في مجال مكافحة الفساد، وقد تضمنت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في المادة 10 منها على اتخاذ الدول الأطراف ما يلزم من تدابير لتعزيز الشفافية في إداراتها العمومية، ونصت صراحة على 3 تدابير منها أقتبس: اعتماد إجراءات أو لوائح تمكن عامة الناس من الحصول على معلومات عن كيفية تنظيم إداراتها العمومية وعمليات اتخاذ القرارات فيها. انتهى الاقتباس. وقد وافق مجلس الأمة الموقر على المشروع الحكومي لقانون حق الاطلاع على المعلومات في شهر أغسطس الماضي، وتم نشره في الجريدة الرسمية
مما يعد مقياسا حقيقيا لجدية دولة الكويت نحو التزاماتها الدولية التي صادقت عليها، ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت عليه الكويت، والمتضمن في إحدى بنوده على أن الحرية في التماس مختلف ضروب المعلومات وتلقيها ونقلها سواء بشكل مطبوع أو مكتوب أو بأي وسيلة أخرى. كما يعتبر صدور القانون خطوة متقدمة لإنفاذ ما التزمت به الكويت وفقاً للمتطلبات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد، والتي سبق أن أصدرت الكويت بناء عليها القانون رقم 2 لسنة 2016 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة. وهذه القوانين وغيرها هي خطوة نحو إعلاء مفاهيم الشفافية والمشاركة المجتمعية، وتعكس رغبة جادة للحكومة لتحسين موقع الكويت الدولي في مؤشرات مدركات الفساد، وهو ما تحقق إيجابيا في التقرير الدولي الأخير الصادر مؤخرا. وقد أصدر أخي معالي وزير العدل اللائحة التنفيذية للقانون الشهر الماضي تنفيذا لنص القانون وخلال المدة الزمنية المحددة به. وبهذا القانون تنضم الكويت إلى 120 دولة التي أصدرت تشريعات مماثلة، وتصبح الدولة السابعة عربيا بهذا الصدد. ومن المتوقع والمأمول أن يساهم هذا القانون في تحسين موقع الكويت في المؤشرات الدولية الخاصة بتعزيز النزاهة ومحاربة الفساد، كمؤشرات مدركات الفساد وغيرها من المؤشرات الدولية والإقليمية ذات الصلة. وكذلك يساهم في تحسين بيئة الأعمال والمنافسة والحوكمة، مما سينعكس بالإيجاب على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، ويساهم بتعزيز الشفافية والتمكين من المساءلة. وتعتبر هذه الخطوة التشريعية ضمن جهود الدولة لتنفيذ استراتيجية الكويت للنزاهة ومكافحة الفساد. وينظم القانون ولائحة تنفيذية خطوات وإجراءات تحتوي على مدد محددة تلتزم كافة الجهات الحكومية والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 50% من رأس مالها بتقديم معلوماتها المبينة بالقانون. كما يترتب على الإخلال بتنفيذ بنود هذا القانون عقوبات تصل إلى الحبس أحياناً لمن يخالف بنوده من المسؤولين في الحكومة. أخواتي وأخواني، لا يسعني في الختام إلا أن أدعوكم جميعاً وأدعو كافة المسؤولين في الجهات الحكومية والمخاطبين بأحكام هذا القانون إلى الالتزام بما جاء به من ضوابط الموازنة بين حق الإطلاع وحق حماية الخصوصية للأفراد وخصوصية المعلومات العامة ذات العلاقة بمصالح الدولة العليا واجبة الحماية. والله نسأل التوفيق والسداد. الآن يعني هذا القانون فيه تفاصيل كثيرة واستحقاقات كثيرة، وسوف يعني يكون في 7/3 نافذ. لذلك من المهم أن نعطي الفرصة إلى أخي وزير العدل لتسليط الضوء على أهم ما ورد بالقانون من استحقاقات والتزامات بموجبه، وتلقي الاستفسارات من خواتي وأخواني في الجهات الحكومية. فتفضل الأخ وزير العدل بتسليط الضوء على القانون، ثم تلقي الاستفسارات من الأخوة الوزراء والقياديين في الحكومة.